وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام كل عام أنتم بخير أسأل الله العظيم الكريم الجليل أن يوفق الجميع إلى كل خير وبر لا سيما في هذه الزمانات التي تتنزل فيها الرحمات وتعظم فيها الحسنات وتكفر فيها الخطيئات والسيئات ويسارع المرء في الصالحات بعد الصالحات تقربا لرب الأرض والسماوات الصوم من أفضل الطاعات التي يتقرب بها المرء لربه بل هو عند بعض العلماء هو أعظم أركان الدين بعد الشهادتين فقد قدم بعض العلماء الصيام على الصلاة لا سيما وأنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام لا عدل له ما في شيء يعادله ما في شيء يوازيه ولذلك في الصحيح قال النبي الأمين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا ولعل الذي حدا ببعض العلماء في تقديم صوم رمضان على الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فنسبه له وجعل الجزاء عليه قال فإنه لي وأنا أجزي به معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين عندك سؤالين تفضلي الحمد لله على السلامة الأول الله يسلمك الله في عمرك الله يرضى عنك الله يحفظك تفضلي جزاك الله خير أول سؤال بسم الله الرحمن الرحيم سمعت فضيلتكم قبل كده قلت سئل عن من أسقطت في نهار رمضان قلت تتم الصوم وإن شاء الله صومها صحيح طب لو أسقطت إلى أعيدي عليها الكلام لأنه لم يتبين كلامك إيش قلتي؟ سمعت فضيلتكم قبل ذلك قلت سئلت عن حكم من أسقطت في نهار رمضان ففضيلتك قلت إن تتم الصوم ويصح صومها بإذن الله ففضيلتك هل الحيض يعني مش الحيض زي السقط؟ يعني هي حاضت في نهار رمضان؟ او نزل الدم بعد مثلا العصر اداء العصر كده يعني حاضت هي حاضت تقولين ام اسقطت؟ لا انا بسال فضيلتك ان فضيلتك سمعت فضيلتك في فتوى بتقول من اسقطت في نهار رمضان تتم الصوم فانا بسال فضيلتك طب الحيض في نهار رمضان ليه يعني هي صايمه مثلا لحد اذان العصر بعدين رأت الدم بعد اذان العصر تمام الحكم طيب حاضر انا مش ممكن حضرتك ما سمعتنيش انا اكيد سمعت غيري طيب نعم اتصال التالي السلام عليكم طيب كما قلنا بان الذي حدا ببعض العلماء ان يقولوا بان الصيام افضل من الصلاه قول الله جل في علاه واما الصوم فانه لي وانا اجزي به فابهم العطاء والامر وطبعا ابهام العطاء لا حد له ولا تصور
الأمر الثاني الذي حدا ببعض العلماء في تقديم الصيام على الصلاة أن النبي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجره. فقال العلماء الصيام لا رياء فيه، الإخلاص، والإخلاص هو أعظم أعمال القلوب على الإطلاق، فكل عمل مرهون بالإخلاص حتى يقبل عند رب الأرض والسماء. قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. أولا الصيام، قال بعض العلماء بأنه الصيام لا رياء فيه كما ورد عن أحمد عن غيره، لأن الإنسان ممكن أن ينفرد بنفسه فيأكل ويشرب لا أحد يطلع عليه، فمسألة الصيام أفضل ما فيها الإخلاص لله جل في علاه. وقلت بأن الإخلاص من أعظم أعمال القلوب، لذلك قدم بعض العلماء الصيام على الصلاة، ولم يكن هذا راجحا، لكن الوجهة وجهة قوية، لأنه عبادة الإخلاص في القلب من أعظم عبادات القلوب. الأعمال لا تقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل، وهذا في الكتب الستة، لما جاء الرجل قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل للغريمة، ما له عند الله؟ قال لا شيء له. ثلاثة قال لا شيء له: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. لذلك حذر الله جل في علاه أيما تحذير من الشرك، وشرك الإرادات والنيات من أعظم الشرك خفي من الخفايا، فهو من أعظم الشرك تأثيرا، وهو من أخفى ألوان الشرك الذي يمكن أن يدب في قلب الإنسان وهو لا يدري. قال الله تعالى عموما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. ولذلك أنت ترى قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، مجاهد، متصدق. وهذه أعظم الطاعات وأعظم وأرفع المكلفين درجة عند رب الأرض والسماوات هذه في هذه الأعمال. العلم، العالم وريث النبي، والعلم وحي، هو علم الوحي الذي ارتفع به النبي على الناس. هو قال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن هو ارتقى على الناس درجة وهي يوحى إليه. والعالم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا الوحي، يعلم به الناس، يتعبد به ويعلم به الناس. فالعلم أشرف ما يكون، فدرجة العالم هي درجة النبي، يفرق فقط الوحي الذي ينزل على النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومع ذلك يوم القيامة يؤتى به فيذكره الله بنعائمه عليه، فيقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقول الله جل في علاه كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، فيؤخذ به ويلقى في نار جهنم، يزج في نار جهنم. والمتصدق كذلك، تصدق يؤتى به فيذكره الله بنعائمه، فيقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول تصدقت، ما تركت شيئا لك إلا تصدقت ابتغاء وجهك. يقول كذبت، بل تصدقت ليقال متصدق جواد كريم وقد قيل، ويزج به في نار جهنم. حتى المجاهد فيقول قاتلت وجاهدت فيك لرايتك، فيقول كذبت، جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، ويزج به في نار جهنم. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لذلك فالإخلاص عزيز، وهو سر بين الله وبين عبده، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه، ولا يعلمه شيطان فيفسده. المسألة بين الله وبين عباده، هذه في كامن قول الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئلت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عند اتصال؟ السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. عندي سؤالين. عندك سؤالين، اتفضلي.
اول سؤال، انا عندي 75 جرام ذهب. عندك ايش؟ مقدار 75 جرام ذهب. نعم. فانا مش عارفه مقدار الفلوس اللي هخرجها قد ايه، انا ما عرفتش. نعم. هو عيار كام؟ 21. طيب ماشي. وانا لابسيه مش مقنعه. طيب ماشي. انا مش عارفه يعني مقدار الفلوس اللي هخرجها قد ايه، ومش عارفه الفلوس يعني اخر الفلوس ولا اخر الشنط ولا ايه، مش عارفه. ستاتيك الاجابه، انت تسالين عن زكاته صح؟ اه. طيب السؤال الثاني. يعني معلش، هو الزكاه يعني حاجه، واللي انا هخرجه على الذهب دي حاجه ثانيه ولا ايه؟ ماذا قلتي؟ الزكاه حاجه وايه وايش؟ يعني الشنط بتاع شهر رمضان ديت حاجه لوحدها، وان انا اخرج الفلوس على الذهب اللي عندي دي حاجه حاضر. لوحدها ولا هما الاثنين؟ حاضر. وعندي سؤال ثاني. اتفضلي. اتفضلي. دلوقتي انا عندي ولدين. فانا نعم. عايزه اجيب ولاد ثاني، بس جوزي مش راضي. وحاولت معاه كذا مره ومش راضي، فانا يعني نفسي ربنا يديني بنت. فانا بقول ايه يعني، يمكن يعني انا طمعانه في ان ربنا يديني بنت يرزقني، وانا حاولت مع جوزي مش راضي، يقول لي لا كفايه كده عشان عنده اولاد ثانيه غير الاثنين اللي معايا. طب وسؤالك؟ ان انا ما يعني الوسيله اللي انا واخداها شايلاها، بس هو ما يعرفش، انا مفهمه ان انا باخدها. فانا يعني مش انت عارفه ده حرام ولا يعني هو طالب منك تاخدي بالشام ما بتاخديهوش انت؟ هو طالب مني ان انا اخد وسيله. وانت ما بتعمليش بيها؟ وانا مش باخدها. طيب. وانا مفهمه ان انا باخدها، فده حرام يعني عليا؟ حاضر. ماشي، بس هو كده. تأتيكي الإجابة إن شاء الله. بس احنا لما بنيجي نقعد نتكلم أنا وهو مع بعض، يقعد يقول لي إيه الوسائل دي أصلاً حرام، ربنا يجي يحاسبنا في يوم من الأيام، الناس مثلاً إيه بناخد حاجة تمنع رزق ربنا مديهولنا في غيرنا محروم منه وكده. فأنا أقول له إيه، طب ما أنا نفسي مثلاً في بنت وكده، يقول لي لا كفاية عشان العيشة والمصاريف وكده. فأنا مش عارفة اللي أنا بعمله ده حرام ولا إيه. طيب يعني ملخص القول، أنت لا تأخذي الوسيلة، وما قلت له أنك لا تأخذينها. طيب تأتيكي الإجابة إن شاء الله. أحسن الله عليك. فقلنا ما عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. زي حضرتك يا شيخ محمد. الله يرضى عنك. شفاك الله وعافاك. والله احنا فرحانين جدا نشوف حضرتك على الشاشة. هذا من فضلك وأدبك. والله يا شيخ محمد كنا بندعي لك ليل ونهار وفي كام ليلة في كل صلاة. والله أنجاني الله من مهالك بسبب دعاء الصالحين والصالحات أمثالكم. والله ربنا اللي أعلم. والله إحنا فرحين جدا نشوف حضرتك على الشاشة. والله ربنا يبارك في حضرتك يا رب. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليك. ربنا يبارك لك. ما عنديش سؤال، بسأل على حضرتك، بسلم على حضرتك. الله يرضى عنك. جزاكم الله كل خير. أحسن الله عليك. السلام عليكم. تقبل الله. الله يحفظكم من كل سوء. كما قلنا هذه العبادة عبادة الإخلاص من الأهمية بمكان. فإن الله لا. نعم عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوه يا شيخ. تفضلي. لو سمحت انا حامل في شهرين، حرام عليا لو صمت ولا لو قدرت اكمل صيام؟ انا حقا الصوت غير ما تبين لي الصوت. انا حامل في شهرين. انت حامل حضرتك؟ في شهرين. نعم. حرام عليا لو صمت ولا اكمل صيام لو قدرت عادي؟ طب انت تستطيعين الصوم ولا ما تستطيعين؟ لا اريد، يعني الحمد لله ربنا قدرني امبارح. لا الان دعك من ان تريدي، انت تستطيعين الصوم ولا ما تستطيعين؟ لا استطيع ان شاء الله. في طبيبه مختصه قالت لك يعني الفطر الفطر اولى لك؟ قالت لي ما تصوميش. هي قالت لا تصومي، قالت لك في ضرر على الجنين. طيب ماشي ان شاء الله. اتصال اخر. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. يا عم الشيخ. تفضلي. لا انا دلوقتي انا عمري 14 شهر. انا المفروض دلوقتي الصلاه والصوم وكده، هل انا حصل لو اتفرجت على فيلم او شيء؟ الصوت غير واضح، معلش. نعم. طيب انت بتسالين لو شاهدتي مسلسلات وانت صايمه صحيح؟ هل يا لا انا شاب ولد، انا بلغت انا عمري 14 سنه ولسه المفروض ما بلغتش. المفروض بقى انا محاسب على كده؟ طيب الان 14 سنه لم تبلغ المحيط؟ طيب ماشي. الان اقول الاخلاص
من أفضل أعمال القلوب، والصائم يصاحب الإخلاص صياما ويصاحب الإخلاص قياما وقراءة وصدقة، هذه أفضل العبادات في رمضان. الإخلاص وتعهد القلب أن يكون العمل لله وحده لا شريك له، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا بذلك، كما قلنا بأن النبي قال لا شيء لو إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أجيب عن الأسئلة، ولو احتجنا في المقدمة إن شاء الله أن نزيدها كلاما على هذا الباب، لأن هذه التي لابد أن يتعهدها المرء مع كل عبادة، أن ينظر في قلبه أخلص لله أم لا، فإن العمل لا يقبل عند الله جل في علاه إلا بالإخلاص. السؤال الأول، الأخت بتقول أني سمعتني وأنا أقول أنها لو حاضت مثلا في وسط النهار فإنها لا تفطر، يعني تتم الصوم. هذا خطأ، أنا لم أقل ذلك، أنا لم أقل ذلك ولا يمكن أقول بذلك، لأن الحيض لا صح معه الصوم، المرأة الحائض لا صح معه الصوم، فإذا حاضت فقد أفطرت، هي تريد تمسك لآخر النهار ليس لها ذلك، وهذا تنطع أيضا، ده هي أصلا تكون عابدة لله جل في علاه أنها تأتمر بأمر الله. الصوم لا يكون مع الحيض، الحيض مانع من موانع الصوم، فلذلك إذا حاضت ولو قبيل المغرب قبيل غروب الشمس لو حاضت عليها قضاء هذا اليوم وعليها أن تفطر، لكن لا تظهر للناس. يمكن لعلها الأخت فهمت مني أنني قلت ذلك على أساس أنها لا تظهر للناس، نعم هذه من أجل ألا تتهم، لأن الناس قد لا يفقهون ويعني هذه المسألة عنها، أو أنها حاضت فأفطرت، فالأولى ألا تبين ذلك للناس لكنها تفطر ولا تمسك وليس لها أن تمسك في هذا الباب. والسؤال الثاني، أختي الفاضلة عندها 95 جرام ذهب، والأصل أن النصاب لابد في الزكاة أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول، شرط وجوب الزكاة أن يبلغ المال أو الذهب نصابا، نصاب المال الذي وقت بالشرع، وأن يمر عليه حول قمري كامل. فالأصل 85 جرام ذهب عيار 24 لا 21، أعتقد 97 عيار 21، هي عندها 75 جرام ذهب لم يصل الذهب إلى النصاب فلا زكاة عليه، لكن هي تقول أنها لبساه، معنى ذلك أنها تفهم أنها لو استعملته لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور، الجمهور يرون بأن الذهب المستعمل في الزينة فلا زكاة فيه، كالعوامل من أشياء العوامل مثلا بهيمة الأنعام العوامل، فنقول الحق بأن الذهب بالذات غير العوامل، لأن الذهب نمو في نفسه، هم يقولون لابد من المال أن ينمو يكون ليحتمل الزكاة يكون مالا ناميا، نقول الزكاة وإن استعمل هو في نماء، في نفسه نماء، وأنت ترى الذهب يعلو سعره، فهو في نماء في نفسه. والصحيح أنه قد وردت الآثار الصحيحة على وجوب الزكاة حتى في الذهب الذي تتحلى به المرأة، وإن كان جماهير أهل العلم يرون عدم الزكاة، ابن عمر وأيضا طبعا المالكية والشافعية والرواية عن أحمد، الأحناف قالوا بأن عليه زكاة، وهذا هو الصحيح، والدلالة على ذلك كثيرة، عموم قول الله جل في علاه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. نعم أعلم ذلك أنها 75 جرام ذهب أنا جرام فقط، لكني أبين أن الزكاة للزينة أو الذهب للزينة عليه زكاة، لأنها سألت سؤالين، سؤال في الجرامات 75 فبينت لها 75 لا زكاة فيه، الأمر الثاني قالت أنا أستعمله، إذن هي تفقه أن في الاستعمال خلاف، فأنا أبين هذا الخلاف وأرجحه وأقول بأنه حتى لو تتحلى وتتزين به وتستعمله عليه زكاة، إذا بلغ النصاب اللي هو 85 جرام عيار 24 أو 97 عيار 21. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أم سلمة كانت تتحلى بأساور بذهب، قالت له يا رسول الله هذا كنز، يتخشى على نفسها من الآية الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال ما أديت زكاته فليس بكنز. ولما دخلت الجارية على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاته؟ قالت لا، فقال تريدين أن يسورك الله بسورين من نار؟ أدي زكاته. فزكاة الحلي، نعم الحلي التي تتزين به المرأة فيه زكاة، لكن بشرط يبلغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 24،
أو 97 عيار 21. هي بتقول طيب هل الزكاة هي شنط رمضان؟ لا طبعا، هذه شنط رمضان، هذه صدقة تتصدقين بها، والصدقة لا تغني عن الزكاة، ولابد أن تنتوي أنك تخرجين الزكاة. هذا بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة على مسألة الذهب. عند طبعا هي سألت سؤال أيضا آخر، عندي ولدان وهي تريد أولاد آخرين، زوجها لا يريد. الظاهر من النقاش أن زوجها لا يريد خشية النفقة. أولا لا يجوز أن الإنسان يمسك عن الإنجاب من أجل النفقة، لأن هذا سوء ظن بالله جل في علاه، وهذه من أعظم السيئات. من أعظم الحسنات حسن الظن بالله جل في علاه. الله تعالى بيّن أن سوء الظن بالله من أفعال المشركين، من ظن المشركين، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ولذلك النبي كان يقول الطيرة شرك لأنها سوء ظن بالله، وأصدقها الفأل لأن الفأل فيه حسن ظن بالله جل في علاه. أولا قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم، وفي الآية الأخرى نرزقكم وإياهم. وأيضا في حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فمعنى منع الحمل من أجل أو خشية للنفقة هذا سوء ظن بالله جل في علاه. أنت لا ترزق، الرزق مقدر من السماء. قال الله تعالى قال رب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأنت ثق بربك جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف؟ لا لا يتخلف. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالمنع منع الحمل خشية النفقة هذا سوء ظن بالله جل في علاه، وهذا من فعل الجاهلية، فلا تفعل، واتق الله واعلم أن المولود مكتوب رزقه في السماء لا في الأرض، ولن ينقطع، وسيكفيك الله جل في علاه هم ذلك. الشق الثاني من السؤال إنها هو أمرها أن تأخذ وسيلة وهي أوهمته أنها تأخذ الوسيلة ولا تأخذ. هذا المسألة فيها شقان أيضا. الشق الأول أن الإنجاب من حقها وليس له أن يمنعها منه، ليس من حقي أن يفعل ذلك. والأمر الثاني أن ما فعلته إيهامه أنها يعني استعملت الوسيلة سيفسد ذات بينها وبينه، ويمكن تصل مسألة للطلاق. أولا الشق الأول هي من حقها ذلك، لأنه لا يجوز لها أن يمنعها من الإنجاب، هذا حقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى في أول الإسلام عن الوأد عن العزل، وقال هو الوأد الخفي، والعزل هو أن يجامع دون الإنزال في داخل الفرج. وإذا لا تخصيب للبويضة، فهو في أول الإسلام، ثم بعد ذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا في الأمة لا في الحرة. أما في الحرة كما قال الفقهاء لابد أن يستأذن الحرة إن أراد العزل، لابد، لأن لها حق في الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهي من حقها الولد وليس له حق أن يمنعها، لكن كما قلت إيهامه بذلك إن اكتشف سيفسد ذات البين يعني بينها وبينه. فحاولي أن تعالج الأمر بذكاء، واجعليه يتكلم مع الصالحين وبعض العلماء أن يبينوا له أن منع الحمل رزقه لن يزيد ولا ينقص، وأن الولد لو جاء رزقه سيزداد بهذا الولد، ويكون أفضل لك أنك فعلت ما هو حق لك، وأيضا لا تفسدي ذات البين بينك وبينه. السؤال الذي جاء بعد ذلك، حامل هي في شهرين، أنا سألتها عن هي تريد تصوم، الحمد لله إن كان بك قوة فصومي، لكن الرخصة معك، وضع الشرع عنك الصوم، المشقة تجلب التيسير، واتقوا الله ما استطعتم. فهي إن كانت تستطيع تصوم لها أن تصوم، وإن كانت الرخصة معها، وإن كانت الرخصة معها. فإذا أفطرت على قول الطبيبة، أنا سألتها قبل أن أنقطع الاتصال هل سألت طبيبة مختصة، الطبيبة قالت لها افطري من أجل الجنين، وهذه فيها ثلاثة أقوال لو أفطرت ماذا عليها، يعني أقوال الثلاثة الشافعية والحنابلة يرون أن عليها القضاء والكفارة، المالكية قريب من كلام الشافعية على تفصيل آخر على ذلك في الخوف على الجنين أو الخوف على النفس. ابن عباس وابن عمر قال ما عليها إلا أن تطعم عن كل يوم مسكين، وأما الأحناف قالوا إذا أفطرت عليها القضاء، وهذا
الأسد والأصح والأقرب إلى الدليل، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شوف على سفرين قطع السفر، معنى ذلك المرض هنا المرض الذي يرجى برؤه. يعني إيش المرض الذي يرجى برؤه؟ المرض الذي لا يكون مستديما ولا مزمنا مع صاحبه، فهذا يفطر. فإذا أتته العافية وشفاه الله وتكاملت القوى عليه أن يقضي بقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، متتابعات أو متفرقات. وهذا تيسير الشر، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. السؤال الأخير في هذا الأخت، هي بتقول أنها تشاهد مسلسلات في التلفاز وهي صايمة. طبعا السؤال إن اكتمل هل هذا يؤثر في صيامها أم لا؟ طبعا هنا هذه المسألة، أنت في الصيام يشغلك عبادات، وهي من أجل العبادات قراءة القرآن. يعني أنت في الصيام هنا تصاحبين القرآن. النبي العدنان ما ترك القرآن في رمضان، قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم، عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ اقسم نعم. بالله احنا مش قادرين نقول لك احنا فرحانين بحضرتك قد ايه. الله يحفظكم من كل سوء، الله يرضى عنكم يا رب. البيت عندنا كله والله يا شيخ بيحبك في الله الحمد لله، وكنا بندعي لك والله احنا صايمين الحمد لله ان ربنا شفاك وعافاك يا رب. يا رب يرضى عنكم، انتم تاج فوق راسي والله. اللهم امين يا شيخ، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. عندك سؤالان وتحت امرك. ان شاء الله. السؤال الاول حضرتك عايزين نعرف زكاة الفطر ان شاء الله قد ايه السنه دي للفرد. طيب. ولازم نطلعها حبوب ما ينفعش فلوس. وتاني سؤال حضرتك، الحمد لله انا منتقبه، الاخوات عندنا بنروح نحفظ قران. عندنا اطفال صبيان يعني، وهم في ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وكده، بس هم يعني يا شيخ انا شايفاهم كبار ويعرفوا يوصفوا، فالاخوات بيرفعوا النقاب انا مش برضى ارفعه، هم شايفين ان انا كده متشدده. تمهلي بعد اذنك عشان افهم، انتم الان في حلقات التحفيظ النساء. أيوة. تاتي باولادها اربعه ابتدائي رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي، فانت قلتي انه. أيوة. ما ينفعش رفع النقاب صح؟ انا مش برفع النقاب، هم مش اولادهم يا شيخ، هم اولاد بييجوا يحفظوا معانا بس هم مش اولادهم. فالاخوات بترفع النقاب رابعه ابتدائي وثالثه ابتدائي وكده، فانا ما برضاش ارفع النقاب، هم شايفين ان انا كده غلط واني متشدده، هم بيقولوا ان هم صغيرين وان هم ما بلغوش. هم سنهم كام يعني كده تقريبا؟ ثالثه ابتدائي ورابعه يعني 9 سنين و10 سنين. 9 سنين و10 سنين. طيب حاضر. ايوه انا على حق ولا على باطل؟ حاضر حافظك ربي. ستأتيك الإجابة. حاضر. طيب مع عندنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا مستغرب فضيلتك من شوية كنت بسألك عن الحيضة. أنت حاضت في العصر تكمل. أنا ما قلت ذلك. معلش ما أنا هقول لفضيلتك، أنا قصدي أنا ممكن أكون فهمت فضيلتك غلط، الخطأ من عندي. أنا قصدي فضيلتك سمعت فضيلتك تقول من أسقطت في نهار رمضان فلتتم صومها، لأن الصوم ممن دخل ليس ممن خرج. السقط مش الحيض. فكنت بسأل فضيلتك ليه الحيض مش زي السقط؟ حاضر. ماشي جزاكم الله خير. تحت أمرك إن شاء الله. تحت أمرك. طيب بالنسبة للسائلة الأولى قالت زكاة الفطر. طبعا صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من أقط. هذه هي الصاع أربعة أمداد، يدخل على يعني 2 كيلو شيء في هذا الباب. توقيتها كم هي تكون إن شاء الله تحسب بعد ذلك ونقول لكم، لكن هي الصاع أربعة أمداد، المد كالكفة هكذا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج زكاة الفطر في آخر رمضان، هناك قول الشافعية في أول رمضان يمكن أن يخرجها وهذا خطأ. قول جمهور أهل العلم هو الصحيح بأن زكاة الفطر مرتبطة بالفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأنسب الأوقات وأفضل الأوقات قبل ما يخرج الإمام إلى الصلاة، لكن لن يسعهم الوقت. ابن عمر كان يخرجها قبلها بيوم أو بيومين، وهذا يصح أيضا لأن ابن عمر صاحب ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالتوقيت هنا يمكن أن تخرج قبل
قبل العيد بيوم أو بيومين لها ذلك، وإن أخرجها في بعد غروب آخر شمس من يوم رمضان آخر يوم في رمضان هذا هو الأفضل. كما قلنا صاع من طعام صاع من صم يعني حبوب، وهذا على قول جماهير أهل العلم. طب هل يجوز أن يخرجها مالا؟ هذا قال به الأحناف، والخلاف بين العلماء خلاف معتبر، هذا الخلاف خلاف معتبر، وهم لهم أدلة يستدلون بحديث معاذ أنه قال ائتوني بكل لبيس أو قميص، وقالوا بالقياس في هذا الباب والنظر. والحق أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والحديث الذي يستدلون به حديث معاذ حديث كان في الجزية ولم يكن في الزكاة، على أنه مرسل أيضا فلم يصح. والصحيح الراجح أن ابن عمر قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من أخت، صاعا من طعام، صاعا من طعام. وكان أبو سعيد أو غيره يقول وطعامنا اليوم يومئذ الشعير، الغرض المقصود أنها تخرج حبوبا. أما إذا قال أن الناس الآن يحتاجون إلى المال وأما الحبوب يأخذون الحبوب يبيعونها، هذه فعل أفراد من الناس وأحد من الناس. لنقول لهم الآن لو رجل في صحراء في صحراء جرداء وهو يعني على جوع بشدة وأيضا فيه شيء من البرد، الأولى أن تضع له الطعام أولا أم تكسوه أولا؟ يعني هو الآن على عرج وعلى جوع يقطع معدته، ماذا يفعل؟ ماذا تقدم له؟ تقدم له الكسوة أم تقدم له الطعام؟ تقدم له الطعام. فالأسلم هذا خلافه الخروج من خلاف معتبر، كما قال العلماء القاعدة أن الخروج من خلاف معتبر بأن النبي فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، والذي خلقهم هو الذي أعلم بهم، وهذا فرض الله الذي فعلها. والمسألة خلافية، لكن الصحيح أن تخرج حبوب، وإن شاء الله يكون في يعني توسعة في الكلام فيها عندما يأتي تأقيتها قبل العيد. السؤال الذي يلي هو عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيكم. حفظك الله وعافيك. الله يرضى عنكم. لو سمحت يا شيخ انا عايزاك تبيعيني بالذرية الصالحة. ان شاء الله نسأل الله ان يرزق بالذرية الصالحة ويقر عينك بها ويعجل لك في هذا الخير فوق ما تحبين وترتجين، اللهم امين. شكرا. عند حضرتك سؤال؟ طيب جزاكم الله خير. السؤال في تحفيظ قرآن، وفي أولاد بيأتوا على التحفيظ وأخوات فضليات الله يحافظ عليهن ويحفظهن. الأولاد في سن الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي سن 9 سنوات 10 سنوات، الأخت لا ترفع النقاب والأخوات يرفعن النقاب، الأخت أصابت والأخوات قد يخطئن في ذلك. لما سن 9 سنوات مميز، قد يميز مواطن الجمال في المرأة وقد يحكي عن هذه المواطن الجمال لأبيه لأخيه، فالتمييز يمنع من كشف الوجه، لا سيما إذا كانت ترى بأن النقاب واجب. العلماء اختلفوا في التمييز وسن التمييز، يعني بعضهم قال 5 سنوات يميز، وهذا استندوا إلى حديث البخاري محمود بن الربيع يقول عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء ومجه في وجهه، بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابن 5 سنوات. وبعض العلماء يقولون 7 سنوات يميز، وبعضهم يقول اذا عرف التفريق بين البقرة وبين الحمار اجلكم الله يكون مميزا، لكن 9 سنوات 10 سنوات هذا مميز، هذا يصف جمال المرأة. فالاخت الفاضلة التي لم ترفع النقاب هي التي اصابت، الاخوات الفضليات التي لم يرفعن النقاب قد يكون الحق مع اختهن فليسمعنا لها. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ انا الفاضل. الله يرضى عنك يا حبيبي. حياك الله. حياكم الله وبياكم. اسال الله ان يلبسك ثوب العافيه وان يتم عليك الشفاء لا باس طهور ان شاء الله يا شيخنا. امين امين، الله يرضى عنك حبيبي. اخوك اسماعيل ابراهيم من صعيد مصر يدعو لك. كل الصعيد فوق الراس، اهل شهامه ومروءه ورجوله، حفظكم ربي. لا نحرم من السؤال ايضا يا شيخ، انا افضل كتاب بدايه في اصول الفقه. ابسط كتاب في اصول الفقه؟ ايوه ابتداء. كيف؟ في بدايه طلب العلم في اصول الفقه. للبدايه يعني؟ طيب. نعم. حاضر حاضر، تحت امرك ان شاء الله. جزاك الله خير واسلم عليك. رهن اشارتك يا حبيبي. نعم. عندنا اتصال اخر، السلام عليكم. الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنكم، الله يحفظكم. بعد اذنك كان عندي مشكلة، يعني مش سؤال، هي مشكلة عائلية بيني وبين جوزي بقالها 3 شهور وبسبب اخواته. فأنا اتصلت، معلش يعني لو هطلع. معلش إيه؟ بداية الكلام لم اسمع جيدا. ايه؟ بداية الكلام، عندك مشكلة ما هي؟ زوجية عائلية بيني وبين جوزي. بينك وبين زوجك؟ نعم، ما هي؟ بيني وبين جوزي بسبب اخواته، يعني كل ما يجي عليا رمضان اكون عند اهلي، لازم اروح عند اهلي فيه. كل ما يجي رمضان يفتعل مشكلة حتى تذهبي لاهلك يعني؟ يعني بسبب المشكلة أخوة. ايش؟ بسبب المشكلة والله اخواتي. كيف؟ بس هو كان يعني فهم ان طب من حضرتك يعني دلوقتي اللي انا عايز اخد رقم حضرتك او الشيخ عبد الرحمن منصور، اي حد يتدخل يعني، بان حس ان انا مش عايزه ارفع قواضي واخوه عاوزني ارفع قواضي. يعني اخوه قايل لي يا اما تيجي تقعدي عند ابويا وامي يا اما مفيش، اخوه مش جوزي، يا اما تيجي تقعدي عند ابويا وامي يا اما مفيش رجوع لك تاني، وانا معايا طفلين. وانت معلش قلتي انت عايز ترفع قواضي؟ انا عايز ارفع نفسي، انا في بقى 3 شهور دلوقتي ما حدش بيصرف عليا ولا هو بيسال. يعني انت من 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 اشهر 3 عند 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 ابيكي؟ من الذي اصبري اصبري، انت التي ذهبتي ولا هو الذي قال لك اذهبي؟ الساعه 11 بالليل، وانا من بلد محافظه وهو من محافظه ثانيه. ايوه، هو الذي قال لك اذهبي ولا انت اللي ذهبتي بنفسك؟ لا، هو يعني شيخ، يعني هو اللي مشاكي. طيب بس عشان عشان اعرف انت ناشز ام لا فقط. جيد. لا والله لا، انا ما كنتش عايزه اسيبها. نعم. مش عايزه اسيب المكان عشان عيالي كانوا في حضانه وكانوا في نوادي، يعني عيالي كان حياتهم هناك، فما ينفعش اسيبهم. طيب هو كان قايل لي انت قرفانه مني، انت زهقانه امشي عند ابوكي وانا مش هاكل عليكي حاجه. قلت له انا مش همشي، انا هعتبر نفسي ان انا قاعده في شقه ايجار ومش همشي. جه بقى اخوه يوم الجمعه دي الصبح العصر، كنت الساعه 11 بالليل مطروده. طيب انا ابين لك ان شاء الله طريقه كيف يكون فيها الصلح بينكما والصلح خير. بس اذنك انا عايز رقم حضرتك، انا ضربت الشيخ عبد الرحمن منصور بس هو كان في عمره، ولما جه قال لي ما فيش مجالس دلوقتي. طيب ان شاء الله الكنترول ممكن تاخذي منهم ما شئتي. جزاكم الله خير. عندنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايزك اكلم الشيخ. تفضلي. معايا الشيخ؟ معايا ولا مين يعني؟ انا اسمعك. الشيخ يعني؟ اي نعم، تحت امرك. طب انا مريضه بالمرتين وعايز اشوف الشيخ لما بكون كويس، يعني عندي نشاط كده بتوضا، بس برضه من الاحيان تعبانه بتيمن، هل يجوز ولا مش يجوز ولا ايه؟ يعني حضرتك رمطايم تعب صيام وبعدين ما تستطيعيش استعمال الميه، ممكن تتيممي ولا لا؟ هذا سؤالك صح؟ ايوه، بس بتزود عندي البرد الشديد. كيف؟ بتزود عندي، يعني بتخلي المفاصل تغلي معايا، يعني لو توضيت. تقول سماحة. طيب نعم يعني لما بتتوضي بيكون في ضرر عليك. طيب ان شاء الله. عامة بالنسبة لسؤال الأخت التي سألت، هي قالت أسقطت. أنا قلت نعم. ليش؟ لأن هي أسقطت طبعا في أقل من شهرين، أعلم ذلك، أسقطت في أسبوع. هذا الدم دم فساد، ليس دم حيض، لذلك قلت تتم صومها. الحيض هو المانع من الصوم، ودم الفساد ليس دم حيض، لذلك المرأة المستحاضة لها الصوم، تصوم. ما المرأة المستحاضة؟ المرأة المستحاضة التي استمر عليها نزول الدم، يستمر عليها نزول الدم، فهي مستحاضة ليست حائضا، تحفظ عادتها، بعد العادة ترى حتى لم ترى الطهر فهي تغتسل وتصوم، ومع نزول الدم لها أن تصوم. ليش؟ لأن الاستحاضة دم فساد، دم فساد ليس دم علة، ليس دم حيض، فلا يمنع الصوم. ونفس الأمر في هذا الباب على الإسقاط في الأسبوع أو الشهر في هذا الباب. السؤال الذي جاء بعده، أخونا الفاضل يسأل عن أبسط كتاب في أصول الفقه. طبعا كتاب مادة أصول الفقه العلم كله يرتكز عليها.
عفوا مادة أصول الفقه هي أعظم المواد تأثيرا في البناء بناية العلم. هو لابد من أن طالب العلم هو يبني نفسه في علوم الآلة المصطلح واللغة وأصول الفقه، بالذات أصول الفقه من الأهمية المكان أنه يدخل في جميع العلوم. وطبعا إن كان أراد أن يكون فقيها لا يمكن أن تجد فقيها عاري عن أصول الفقه. من أفضل الكتب التي يبتدئ بها كتاب الورقات للجويني، هذا كتاب ممتاز جدا، وفيه نظم أيضا نظم الورقات، وفيه شروحات أيضا لعلماء نبلاء معاصرين، هذا يفيده جدا. يبدأ به ويرتقي بعد ذلك إلى اللمع للشيرازي. عامة لها سلسلة من سلسلة الأصول، لكن يبدأ بالورقات يكون جيدا له في هذا الباب. عفوا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا محمد، عامل ايه؟ الله يرضى عنك. لو تعلي بصوتك بعض الشيء. ازيك الله يرضى عنك حبيبي. اخبارك عامل ايه؟ في سؤال معلش بيك لك يا رب، الله يخليك يا رب، ما يبارك يا رب عمرك يا رب. الله يرضى عنك، الله يحفظك. انا موظف وتعبت بمرض السرطان المغزى، ما يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك. ففتحت مستشفى حوالي 3 سنين، فعملت عمليه المعده، شلت ثلاث ارباع المعده. حضرتك موظف وعملت عمليه ايش؟ سرطان في المعده، شلت ثلاث ارباع المعده. نعم. تدبيش يعني، تدبيش يا شيخ، تدبيش في المعده. ايوه نعم، فهمت، عقلت ذلك، نعم. نعم. فطبعا الحمد لله شفاني الله وعافاني دلوقتي، الحمد لله رب العالمين، من 3 شهور يعني، الحمد لله رب العالمين، ولما فضل من الله سبحانه وتعالى. فحضر عندي ظروف، فسحبت قرض من البنك. انا عاشر. مساء الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت لابد يتضح، ما ادري السماعه فيها شيء، اتفضل. سامعني حضرتك يا شيخ؟ انا سامع الان، اتفضلي. بعد اذن حضرتك، والدتي كانت مواظبه على قراءه القران في الايام العاديه على طول ورد يعني. فلما دخل اول يوم رمضان كانت هي في الجزء ال 13. لما دخلت رمضان ايش؟ كانت هي في الجزء ال 13. نعم. فهي حضرتك تبدا من اول المصحف ولا تكمل على الجزء ال 13؟ حاضر. طيب وسؤال تاني حضرتك، فضلي. في كلمات كده بنقراها في القران بنحاول نقولها مره واثنين وثلاثه، بنحس ان المعنى مش هو، بس احنا بنعدي عليها، بنقولها مره واثنين وثلاثه بنروح معديين. لا ما اعيد السؤال مره ثانيه. يعني مثلا كلمه في القران. ايوه كلمه في القران، تذهبون وتجيئون. مره واثنين وثلاثه، بنحس ان المعنى مش هو اللي احنا عارفين ننطقه، وبعدين بنقرا بقى بعديها خلاص. يعني بتجهلون المعنى. وسؤالك ان احنا يعني هي كده صح ولا نقف؟ مش المعنى الكلمه، نطق الكلمه. لا، نطق الكلمه تكون عن شيخ او عن معلمه تعلمك ذلك. ما هو حضرتك انا بقرا مثلا في القران كده في رمضان، طيب بحس ان الكلمه انا بنطقها مش صح. نعم. طيب حاضر 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 حاضر، تاتيك الاجابه ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. أيوة نعم. شيخ الله يبارك فيكم. الف سلام عليك. الله يرضى عنكم، الله يجزيكم عني كل خير. الله يبارك لك. الله، كنت عايز رقم حضرتك يا شيخ عشان في سؤال يعني مش هنعرف نقوله على الهواء. الاساتذه الافاضل في الكنترول ان شاء الله يعطيكم الرقم باذن الله. نعم. طيب عندنا أبسط كتاب في أصول الفقه أعطيناه. الأخت اللي عندها مشكلة بينها وبين زوجها إن هي تركت البيت، أنا سألتها هل أنت اللي تركتي أو هو الذي حملك على ترك البيت؟ لما؟ لأن هذا مؤثر في الحكم، لو هي اللي تركت تكون ناشز، لو ما أنفق عليها لا يلام، وشرعا لا شيء عليه. أما هو الذي أجبرها وقال احملي حقائبك واذهبي إلى أبيك، وجب عليه النفق، وهو ظالم من 3 أشهر لم ينفق عليها، هذا ظلم، وحقها أن تأخذ منه هذه النفقة عليها وعلى أولادها.
فلا يجوز له أن يفعل ذلك. الأمر الثاني، أنا أنصح أن تلين معه في القول وأن تتصل به وأن ترقق قلبه بلطف العبارة وأن تحسن إليه، ولو تذهب إليه وتقبل رأسه ويده، هو زوجها، هو زوجها، جنتها ونارها، وإن أساء، وتحاول أن تنظر في أصل المشكلة وتأتي بالصالحين من قومه أو من قومها في الجلوس معهم، وأيضا تضيق دائرة المشاكل، لا توسعها قدر ما تستطيع. وأنا يعني أحذرها من أن ترفع قواضي من أجل النفقة، هذه ستفسد ما بينك وبينه وستعمل وغر الصدور، وإذا حمل عليك في قلبه قد تساء المعاملة بينك وبينه، وقد يصل الأمر للطلاق. هدائي، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، كما قلت وسطي الصالحين بينك وبينه، وأنت اذهبي إليه مكان عملي، اذهبي إليه في أي مكان تعرفين أنه يجلس وحده، قبلي رأسه وهذا، وكلميه بلطف، وقد يعني يستأنس بكلامك ويردك أنت والأولاد، ونسأل الله أن يؤلف بين قلبك وبين قلبه وبين قلبه. طيب، السيدة الفاضلة شفاها الله عفاها عندها رمتين، وهي لما تستعمل الماء يضر بها. العلماء قالوا الماء وإن كان واجدا المكلف للماء قد يكون فاقدا للماء حكما أو حقيقة، موجود ماء لكنه لو استعمله ما يستطيع، ممكن يموت، كالرجل الذي صاحب الشجة الذي استعمل الماء لما قام جنبا مات، أفتوب ذلك، قالوا أنت واجد للماء ما في تيمم. قال النبي قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. فهنا هي ما تستطيع استخدام الماء، إما ابتداء لأنه يضر بها جدا أو بيزيد الألم عليها، فإن كان يعني يؤذيها فلها أن تتيمم، وإن كان يزيد الألم عليها ولا يؤذيها إذا ابتداء لكن يزيد الألم عليها، نقول لها أيضا أنت فاقدة للماء حكما لك التيمم، المشقة تجلب التيسير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى رفع عن الأمة بأسرها الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقال واتقوا الله ما استطعتم فلك التيمم وصلاتك على هذا صحيحة. عفوا، الوالدة مواظبة على القرآن، لما دخل رمضان لأن هي عندها ورد كانت في الجزء 13، أقول أكملي، الأفضل لك أكملي إلى الختم، وبعدين ارجعي كرة أخرى تبتدئين القراءة، والتمام أفضل، لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالك، هذا عمل، وجاء رمضان فالبركة فيه تزداد، فأكملي إلى الختمة وبعد ذلك أعيد الكرة مرة ثانية. وفق الله الجميع لكل خير وبر. هل القراءة من أول مصحف؟ بينت ذلك أنها تكمل وبعد ذلك تعيد الكرة. هي تمر في كلمة، احنا إن شاء الله هذا آخر سؤال، يعني طالما في دقائق ممكن لو في اتصال أنا معك. تقول أنا بمر على كلمة ما أعرف أنا نطقت الكلمة صحيحة أم لا، تشك هي في هذا الباب. هو طبعا القرآن لا يؤخذ هكذا، القرآن يؤخذ تلقينا كما أن العلم يؤخذ تلقينا، لابد أن تقرأ على من يعلمك القراءة والنطق الصحيح، التلقين، فبالذات علم التجويد وعلم القراءة على التلقين. فإن كان في رمضان عندنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمركم. يا فضيلة الشيخ. ربنا أرضى عنكم. الله يخليك. والله يا فضيلة الشيخ أنا كان معايا جوزي يعني الله يرحمه، وزعلنا احنا وهو تاني يوم العيد الكبير، فأنا عايشة لوحدي وما معيش أولاد، وكل ما يكلمني يمسكني من نقطة الضعف ويقول لي هسيبك وامشي هسيبك وامشي. فجي حصل بينا مشكلة تاني يوم العيد الكبير وقال لي أنا همشي، وخد هدومه ومشي. نعم. وحلف عليا بالطلاق، انت طالق. حلف كيف حلف؟ التاني. لا اسبري، كيف حلف؟ نعم. هو قال لك انت طالق ولا حلف؟ هو ماشي وقال لي انا ماشي وانت طالق. نعم. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. فجي بقى رجع تاني وراح برضو الراجل محترم زي حضرتك كده وقال له ارجع تاني وطلع كفاره وقول لها كذا كذا وهي تقول لك كذا كذا. المهم جه وقعد وعشنا وبقينا حلوين وكويسين.
فانا بقى بعد يعني مرور فتره كده يعني بقول له يعني انت مسامحني وحلو وكويس كده من ناحيتي، قال لي انا مش هقدر انسالك ان انا مشيت تاني يوم العيد الكبير، ومشيت تاني يوم العيد الكبير. المهم قلت له طب سامحني ومعلش وحقك عليا لو انا زعلتك وبقينا كويسين، وجي اتوفى بقول له انت عاوز ايه قول لي، قال لي عايز اروح مستشفى، قلت له اوديك، قال لي الله يبارك لك، بقول له طب وحد الله كده وقول لا اله الا الله، انت عايز ايه تاني؟ قال لي عايز اولادي، قلت له هجيبهم لك. ومسافة ما بعدت عنه بعشرة متر لقيته بيقول لا اله الا الله والسر الالهي طلع على كده. الحمد لله. فانا عايز اعرف موضوع ان هو قال لي انا مش مسامحك او مش قادر انسى ان انا مشيت في يوم تاني يوم العيد، فهل كده انا عليا ايه؟ هو انت اللي مشيتيه حضرتك؟ انت اللي مشيتيه ولا هو اللي مشى؟ لا هو اللي مشي، فبيقول لي انا همشي انا همشي، فهو ماسك دي نقطه ضعفي، فقلت له براحتك انت حر براحتك، بس طيب. انا والله ما طلعت مني وقلت له امشي. طيب ان شاء الله، الله يرحمه ويسكنه في ساحل الجنات ويعظم لك الاجر والمثابه ان شاء الله. اعظم الله لك الاجر والمثوبه باذن الله. عندنا كما قلنا ان الكلمه التي تمر عليها الاخت ولا تعرف كيف النطق كما قلت تتعلم على يد معلمه. طب ان لم تكن ولم تستطع، لم تذهب الى المسجد وهي في رمضان تحب القراءه كثيرا، اسمعي الكلمه التي شككتي بانك لا تستطيعين القراءه صحيحه فيها، فاسمعي اسطوانه، اسمعي شيخ من مشايخ الكبار، شيخ عبد الباسط، شيخ الحصري، تسأل المنشاوي، فهو النطق سيكون صحيحا بالتقليد، تسمعي الكلمه وتنطقيها كما كان ينطقها الشيخ. السؤال هذا الاخت الفاضله، نسال الله ان يسكن الزوج في سياح الجنات وان يعظم لها الاجر والمثوبه. هي بتقول ان هو قال لها انا ماشي وحلف، قال انت طالق، قال انت طالق طالق، طبعا رجل محترم قال لها طلعي كفاره، طلع كفاره، ما في كفاره، هذا طلق صريح، هذا طلق صريح. فاذا كان رجع قبل العده كان زوجا، ويكون الطلاق هذا انه كرره للتاكيد لا للتاسيس، فتقع طلقه، وان كانت رجعيه فرجعها، يكون ان شاء الله يكون هو رجع في نفس الميعاد قبل ان ينقضي العده باذن الله. هي سؤالها ليس هنا، سؤالها انه لما قال انا مش مسامحك وهي بعد ذلك قال لا لا، اولا انا ابشر بخاتمه الخير، لان الرجل هي تقول يعني 10 متر بعيد عنه سمعته يقول لا اله الا الله ومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، اللهم اختم لنا بلا اله الا الله يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات، فهذه بشاره له وبشاره لك ايضا بفضل من ربنا ونعمه. اما في قوله ان هو مش مسامحك عشان هو ماشي عيد، انا ارى انه يعني قد تسامح لما قال لك اريد الاولاد، انت قلت له ماذا تريد؟ فقال المستشفى، انت اردت ان تذهبي به، ولما اراد الاولاد انت ذهبتي لتاتي بها، فانت فعلت ما اراد، ان شاء الله يكون بذلك قد سامحك، ونسال الله ان يسكنه في سياح الجنات وان يعظم لك الاجر والمثوبه، ونسال الله ان يوفق الجميع لكل خير وبر، واحمد الله ثم احمده ثم احمده ان اكرمني بان بقيت على هذا المنبر، كما اني لا انسى قبل ان اختم اشكر شيخي وسيدي الفاضل الكريم فضيل الشيخ اسحاق، وهو يسال عني يعني رد في الروح، وهو يسال عني ويستقصي على اخباري، هذا نبل خلق هذا الشيخ الكبير الكريم، اسد السنه واسد الاسلام، اطال الله في عمري واحسن ومتع به واحسن في عمله، ونسال الله ان نشكر لاخواننا الافاضل الذين قد تفضلوا علي بالزياره والسؤال، الجميع صراحه ما تركني وكان دائما يسال عني، فاشكر لهم كما انني ابتدات الشكر لله جل في علاه ان اعادني لهذا المكان الطيب المبارك، وفق الله الجميع لكل خير وبر، جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها الوادي خالصه ولا تدع لاحد فيها شيئا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.